بتعملي ايه؟ بعمل لكم رول. رول في كده حاجات نودع السمر. تودعي السمر؟ تودعي السمر دي الحاجات دي تعملها لمراد ابنك ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه الحجم ده؟ اقول لك على حاجه، انا جايب لك، بصي اولا انت عارفه المانجا اللي انت بتستخدمها دي؟ بصي شايفه عامله ازاي؟ دي مش مانجا على فكره، دي زلط. عارفه نوع المانجا ده ايه؟ النوع المانجا ده اسمه مانجا رامي. نفس انت عارفه احنا بنجيب حاجات كتير، نفس بتاعت الصلصه. بس انا اجيب لك بقى، بصي تفاحه كبيره قوي. ايوه انا هستخدمها دي عشان انا هعمل لكم شويه بالتفاح وشويه بالمانجا وكده، علشان ايه؟ هيت بس كده، هيت دي خدي بس. ايه ده؟ ايه الحجم ده؟ ده علشان كده وانت قاعد كده. انت عارفه لينا سناك. لينا لوحدها عايزه 3 4 اطباق من البتاع ده عشان بس تحس بطعمه. يعني عشان تحس بطعمه بس. انا عايز 3 4 اطباق من البتاع. ايه الحاجات دي؟ ميني كده عشان ايه؟ ميني ايه ده؟ مايكرو مش ميني خالص، ده قد كده اهو. ده حتى ما يعني هيقف في سناني، ممكن يعني يقف في ضرسي الكلام اللي انت بتعمليه ده. استنى انا هعمل لكم والله، دي حاجات لذيذه قوي كده تتسلوا بيها وانتوا قاعدين تصوروا كده. تشوفي حاجه؟ بقول لك ايه، استني يعني لنا واحده احطي عليها البيض الصغير ده. ماشي عشان هو ايه ده بس يعني برضه. طب هات لون تاني مش الاصفر. لا عندنا اصفر كتير عشان المانجا وكده. البرتقالي حلوه دي. خلي بالك بقى ايه، غطيها كويس احسن تفقس يطلع منها كوت كوت ولا حاجه. هسيبك بقى اعمل لكم واحده كده بالتفاح. طبعا برضه عشان كبيره قوي دي. امال ايه. ماشي السلام عليكم، مع السلامه. التفاح غريب قوي، اتقلب عصير فجاه. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليلي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ دم دمتك بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الفل على كل اللي بيشوفونا، حلقه جديده ويوم جديد من عيش سعيد، وان شاء الله النهارده الحلقه تعجبكم. عندنا اخبار وعندنا طبخات وتكات وحركات الشيف سهى النهارده، هتورينا البدع. هي بدع فعلا يا جماعه، مش قصدي انا مش ببالغ قوي، هي بدع فعلا. وان شاء الله كده هنتكلم في توبكس لذيذه تعجبكم، وهنخرج وهنطلع وهنيجي ونشوف راي الناس ونرجع من راي الناس. فالنهارده يا جماعه عندنا حاجات لذيذه جدا، وان شاء الله الحلقه تكون خفيفه وتعجبكم يا رب ان شاء الله. قبل ما نبدا باي حاجه نقول لكم عندنا ايه النهارده، خليني امسي على حبايبي الحلوين. مساء الفل. مساء الخير. مساء الجمال يا سهى. مساء الفل. الاخبار؟ صدقتي لما قلتي بدعه، هي بدعه فعلا. انا مستنيه، انا منتظره، استنوني انا مش هاجي. ربنا يسامحك يا سهى يا رضا. هو يسامحك ان شاء الله. وانت شفت حاجه كده ليه؟ انا رميت قبل ما نبتدي على طول، رحت رميت. انا كنت شايفاكم هناك بتتوشوشوا وكده، انا قلت انتم ما كناش بنوشوش ولا اي حاجه، كنت بحاول اسند معاها في اي حاجه عشان هي عامله مصيبه هناك. عامله ايه؟ حاجه حلوه ولا مالها؟ هي حاجه حلوه بس يعني اقل من الحلوه. عارف لقمه القاضي هي اقل. عارفه لقمه القاضي هي بقى القاضي نفسه. لا لا انا بثق في سهى بصراحه عشان هي ست. وانا كمان بس يعني بصوا وثقوا فيا بس خيلة بس أوي. مش هنا يعني، ممكن تثقوا فيا اعزمكم بره يعني نروح البيت ناكل هناك، لكن ما تثقوش فيا هنا. ماشي. انا احب ادواتي معايا. هنشوف. ما تيجوا بينا نشوف. الاول احب امسي على كل الناس اللي بيتابعونا النهارده، وان شاء الله الحلقه تبقى لطيفه كده وظريفه، وتتعلموا مننا حاجات حلوه في الطبخه اللذيذه بتاعتنا النهارده. الاول كده يقولوا له معانا ايه مواضيع النهارده. هنبدأ بموضوع يا جماعة لطيف جدا، وهو النوم. مين فينا ما بيحبش النوم؟ فعلا كلمة النوم سلطان صدق اللي قالها، يعني أحلى لحظات الحياة. تخيلوا أنا ما أقول لكم بحب النوم أكتر من الأكل. يعني تخيلوا. فيا جماعة النوم هو أحلى حاجة وأعظم حاجة، ومن أكتر الحاجات المهمة في حياتنا. لو حتى نمنا قليل بيأثر على مودنا وعلى شغلنا وعلى حياتنا وعلينا برضو صحيا. لو نمنا كويس هتلاقي شغلك تمام، أنت مظبوط، مودك حلو. فالنوم هو من اهم الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. فاللي بيحبوا النوم او اللي ما بيحبوش النوم او اللي عندهم ارق او مش عارفين
يناموا عموما يعني انت تتبسط معانا النهارده. وكمان هيكون معانا في خروجتنا اللذيذه هنتكلم عن موضوع الفرص. الحياه دايما بيبقى فيها فرص، في ناس تقول لك الفرصه دي لما جات لي دي ما فرصه ما تتعوضش، مش هعرف الاقي الفرصه دي تاني، وتمسك فيها بايديها واسنانها زي ما بيقولوا. وفي ناس تانية بتضيع الفرص عادي كانها هوايه عندهم، فرصه جت عدت مش مشكله يا جماعه، ما الحياه فرص وهيجي لي فرصه غيرها وغيرها. تعالوا نشوف بقى في الخروجه دي هنعرف مين بيمسك في الفرصه كويس ومين بيعرف يستغنى عن الفرصه ويلاقي اللي بعدها، ومين بيستغل الفرصه لما تجيله. بس هو في حاجه مهمه قوي، ايه الحياه فرص مش عجوه ورص. الله اكبر. الحمد لله انا كنت قلقان والله من الفرصه. حاجة بنت جميله راكبه عجله يعني ببدال، كنت هرمي الكارت وارمي نفسي. لا لا لا، هي لو يا ريتها قالت الفرصه بنت جميله وما قالتش عجوه ورص. يعني بص عامه هو هي حاجه، هي اي حاجه، هي كانت لازم تطلع بحاجه، هي لازم أصلاً. هو انا هسكت؟ ايوه. هو التوك توك اللي جوايا ده سكته ازاي؟ لا بس هي دي ميزه لينا يعني. هي يعني انا دايما ببقى مستني هي الطلعه دي، وكنت عامل راسم حاجه في دماغي قلت لو هي وهي علت عليها هقوم. علت بس هي الحمد لله ما قالتهاش. الحمد لله العيون مش خضره بس الكاريزما حاضره. الله اكبر. ايوه ده شغل عالي. لا لا توك 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 توك، ده هي بتنزل عين شمس مخصوص شكلها. ايوه اجدع ناس يا عم. طبعا اجدع ناس، بلد المليون راجل اسمها معروف. طب واحنا كمان معانا دكتوره النهارده، معانا دكتوره اسمها مميز. فيعني معانا الدكتوره سالمه مرزوق. اوكي سالمه. الله ده موضوع كبير. اسم حلو قوي. ما اعرفش هو حلو ولا لا، يعني لما نقعد نتكلم هنعرف ايه السر ورا الاسم وبتاع. جايه من سلمى سالمه. ايوه ما انا عارف. يعني بدل ما يبقى هاب يبقى اهاب مثلا، فاهمه؟ نفس ال بالظبط نفس ايوه على فكره. فانا لازم افهم، انا بحب افهم زي عشان نور ونوار وانور، يعني هي مشتقات كده. طب انت عارفه المشتق بتاع ايهاب ايه؟ ايه هبه. مهيب. هبه بجد والله. ومهيب. ايوه وهاب. مهاب ومهاب. صح؟ كلهم نفس البتاع. نبقى نعمل حلقه والله. طب ولينا ايه اللي بيشتق من لينا؟ لين. لين في بنت اسمها لين. ماشي ماشي ده موجود. دي حقيقة. ولينا. ولينا. لا 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 مش ده لما بتبقى بطننا تعبانه. قال لك لينا. ايوه بس وكفايه كده الحمد لله. طب وسهى؟ سهى هي سهى ده مفرد بيتهيالي. لا نهى مش يعني ايه نهى؟ مها راي المخرج مسميها مها. ايوه لا هم ثلاث حروف هتعملوهم مفرد. لا بس ايه خلاص خلصت اصلا. مشتقات مفيش. لا. مذكر لسهى؟ لا لا متاكده. هو في افيه كده. اولا هو سهى مفيش غير سهى واحده، هي سهى سهى عليا ومش هنقوله. هو الافيه ده دمه تقيل قوي، دمه يلطش. اللي هو ايه؟ سهى عليا. سهى عليا يا ايه ده هو في حد بيقول الحاجات دي؟ بيقولوها. ياه يعني نطلع فاصل، حد يطلعنا بسرعه. سهى انت ازاي ما طلعتيش فاصل؟ مشغوله في الحاجات الكبيره اللي انا بعملها. لو سمحت طلعينا فاصل عشان انت متعهده الفواصل لو سمحت. طيب خلونا نروح فاصل عشان نرجع نبتدي الطبخه اللذيذه بتاعتنا.